هاي اوتو فوكس مره جديده بي ام دبليو كمان، بس اليوم بي ام دبليو خاصه لكل بزنس مان بيحب هيك سيارات، لانه السياره متكامله من حيث اللوكسري. يعني عم نحكي سيريسات بي ام دبليو، هي السياره الاكبر بالشركه الالمانيه اللي بتصنع السيارات اكيد ببافاريا، وال760 تحديدا هي السياره الاكبر من حيث المحرك ايضا، لانه محرك V12 12 سلندر لهالسياره، وبتوصل قوتها لحوالي 438 حصان. سياره كتير قويه، وسعه المحرك فيها هي 6.0 لتر. يعني باختصار هالسياره منافسه للاودي اويت، للاس كلاس بمرسيدس، وغيرها من الطرازات الكبيره ببقيه الشركات المنافسه. لكن دائما بنذكر مرسيدس واودي لانه هالشركتين هن كمان من المانيا، وبي ام دبليو هي منافسه اساسيه لالون بكافه طرازاتها. مشاهدينا خلونا نستعرض قبل السياره من الشكل الخارجي. شفنا سايد فيو، سياره كتير كبيره ال اي او اي ال، لانه بتجي لونج ولارج، يعني سياره اكبر من غيرها كحجم. و760 مثل ما عم نشوف من الناحيه الخلفيه لوك ولا احلى من هيك، حتى السورتيات محطوطين بطريقه لما يبينوا من الناحيه الخلفيه، ليضل شكلها اكيد الشكل الكلاس واللوكس، مش الشكل الرياضي هو المطلوب من هال 760. على كل حال بي ام دبليو معروفه جدا بالشكل الرياضي. لا سنسرز اكيد من الناحيه الخلفيه والناحيه الاماميه، وكمان بنشوف الجانت اللي هو 19 انش، جانت كثير كبير واكيد لابق لهالسياره الكبيره اللي حكينا عن حجمها. اما من الداخل فاكيد قبل ما نكون من الناحيه الاماميه بدي اذكر انه من الناحيه الخلفيه السياره كتير واسعه، يعني لما شخص يقعد ورا عنده مسافه كتير كبيره ليكون مرتاح بالقعده. وفيها نظام تليفون من قدام وحتى من الناحيه الخلفيه ايضا، نظام تليفون بيشتغل على الوايرلس من دون اي كابل. اما من جوا فشايفين الفرش العاجي مع الخشب اللي داخل على البورد الامامي لجذب السائق على الابواب، وكمان عنا صن روف جلاس من ناحيه من ناحيه فوق. كمان في عنا الاي درايف سيستم الى جانب السائق، الاي درايف سيستم اللي اكيد مشهوره فيه البي ام دبليو، وهو نظام نتحكم فيه بالسكرين الموجوده بمنتصف السياره، هالسكرين اللي بتعطينا النافيجيشن سيستم واللي بتعطينا كافه الامور اللي متحكم فيها من راديو لسي دي تشينجر وغيرها. السياره من ناحيه السيفتي فيها 10 اير باجز، وفيها اير باجز خصوصي للركب، يعني لا سمح الله صار في حادث من ناحيه على الاجرين او من ناحيه الاماميه، الركب بيكونوا محميين مع اير باجز خصوصي لالهم. كمان الحلو بالسياره هو نظام الساوند سيستم، يعني فيها 13 سبيكر بيوصل قوته ل 420 واط، وهيدي كمان ميزه كتير حلوه. كل بحب الميوزك يسمع ميوزك بطريقه اكيد بيعرف يسمع بطريقه حلوه، هالسياره هي بتلبي له طلباته. كمان عنا البوش تو توك سيستم من ناحيه الفولان، عنا اكيد نظام الفوليوم تبع الراديو وغيرها من الامور، ايضا كروز كنترول، كل هالامور هيدي متحكم فيها بطريقه كتير سهله من خلال البقود. موديل ال 760 هو 2004، سياره ماشيه 106000 كيلومتر نسبة، يعني للموديل تعتبر اكيد، يعني يعتبر 106000 كيلومتر امر جيد، منه عاطل ابدا. كمان فيها الليد لايتس شفناهم، رح تشوفهم من الناحيه الاماميه كمان، واضافه للوايرلس تليفون اللي حكينا عنه من الناحيه من جوا. كمان ما حكينا بعد عن امور عديده اكيد رح نستعرضها لما تجوا تشوفوها للسياره مشاهدينا، واكيد تشوفوا قد ايه فيها اوبشنز اكثر واكثر خاصه من جوا ناحيه اللكجري. المحرك اللي ذكرنا اوتو عم تشوفوا بيجي في 12، 6 اسطوانات من هون و6 من ثاني ميل، المحرك الضخم جدا يوصل ل 438 حصان، قوه الدفع بتوصل فيه ل 600 نيوتن متر، اما التوب سبيد ل 250 كيلومتر بالساعه، بس السرعه اكيد ما مطلوبه بهالسياره. السياره هي معموله لواحد يسوقها برواق، حتى لو هي سياره سريعه
واكيد السياره ثابته كثير نسبه لحجمها ولوزنها اللي بيوصل ل 1920 كيلوغرام. من 0 ل 100 بتعملهم ب 5.6 ثواني. تخيلوا رغم وزن السياره الكبير بتعمل من 0 ل 100 بحوالي 5.5 ثواني تقريبا. 6 غيارات للسرعه مع ستيب ترونيك مود متحكم فيه اكيد مثل نظام التيب ترونيك بس ببي ام دبليو يسمى بالستيب ترونيك، اضافه لنظام الاي بي اس الموجود اكيد بالسياره للاي بي دي، واهم شيء كمان الدي اس سي الدايناميك ستابيليتي كنترول للمزيد من الانسيابيه بالسياره خلال القياده. بدنا نذكر بالختام انه السياره اكيد تراكسيون اريير وسعرها هو 14,900 دولار، يعني سعر كتير كتير جيد لسيارة 2004 سيارة بي ام دبليو 760 LI. هو يعني 14,900 سعر كتير كتير مغري. رقم التليفون اكيد عم يظهر على الشاشة لمزيد من الاستفسار عن السيارة، ولا تجوا تشوفوها بالام تي في اكيد السيارة بقي عنا لحوالي 48 ساعة او اكثر بهالسعر. هيدا مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم بي ام دبليو، اكيد سيارات لاحقة رح نشوفها بالأيام القادمة. إلى اللقاء وسوء أعمالكم بهالتأس العاصف، نشوفكم بحلقة جديدة.